موضوع القوانين بالنسبه لحريه المراه في الغرب او في مصر يعني عامه، انا شايفه ان القوانين دي ممكن احنا نطبقها كويس جدا في مصر، بس هي الفكره ان احنا محتاجين وقت عقبال الشعب المصري يتعود على القوانين دي ويبتدي ان هو يطبقها فعلا في الشارع. هناخد وقت شويه بس احنا لازم طبعا نعمل القوانين دي. بالنسبه تاني لموضوع البرلمان ده، لازم تكون المرأة يعني مشاركة في البرلمان، ولازم الكوتا يعني، لأن المجتمع المصري عامة بيبقى صعب عليه شوية تقبل فكرة مرأة وبرلمان ووزيرة، بس احنا ممكن نبتدي بالندوات والنشاط وتوعية الناس. الموضوع ده هينعكس بمردود إيجابي جدا على الناس في الشارع إن شاء الله.